احنا ندعمكم نحو النجاح، اي شيء تبغونه احنا معكم. الامر الثالث راح يخصم على فريق بهاج كل متسابق 50 نقطة، والسبب ان بهاج صرح بنتيجة كاس الملك الشباب كانوا مسوين فعالية، بس بهاج حب يتمصدر يخرب الفعالية وعاش الجو ويضحك وكذا، فخصم على فريق بهاج 50. يستاهلون. لا 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 كفو يا بعد. طيب نفس الكلام، تونا نتكلم عن تقاطع الاصوات شباب، نهدى. لا القرار انتهى، لا تناقش خلاص يا هادي، تعود ان القرارات عندنا لا يعاد النظر فيها لانها منتهيه. ذاك 50 نقطة يا رجال، لكن الهلال يسوى كل شيء يا حبيبي، بس الرجال قول هلا. طيب 50 لكل متسابق. ايه 50 كل واحد، اوفكم بسكوت فريقكم. شنو بالعوض؟ لا انا اعلمك بس. ايه؟ شنو بالعوض في بسكوت؟ حيك. الامر الرابع ان شاء الله انها انطلاقه مميزه لكم، لكن يا شباب